عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ بص، النهارده انا عندي برد، ماشي، فما حدش يتكلم معايا. المهم، انتوا عاملين ايه يا جماعه؟ النهارده فقره ايه الصوت ده؟ صوت في يعني عارف انت، صوت حنجري شويه قام بالنضاره بتاعتي دي. عاملين ايه يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ بصوا، النهارده هتبقى من فقره الالعاب المختلفه. اللعبه دي انتوا اقترحتوها، اللعبه دي مجانيه، هسيبها لكم في الديسكربشن. دي سلسله احنا عاملينها كده بنجرب فيها اي حاجه. هسيب لكم اللينك البلاي ليست في الديسكربشن عشان انتوا لو انتوا حابين ان انتوا تشوفوا الالعاب اللي احنا لعبناها قبل كده، هتلاقوا فيها العاب مجانيه والعاب بفلوس. اللعبه دي اسمها ريلم رويال، باتل رويال في نفسيها قوي. جربت امبارح كده، قعدت اشوف التوتوريال بتاعها عشان افهم ايه اللي بيحصل، ودخلت اتحط عليا، فاهم؟ لعبت الوقت اتحط عليا برضه، فقلت العب مع سكواد عشان تبقى الدنيا ظريفه، اتحط عليا برضه، فقلت خلاص ما بديهاش بقى، يلا بقى نسجل وبتاع ونشوف ونتعلم مع نفسينا، بحيث انتوا برضك تشاهدوا هذه المهزله. مين دي؟ بس هي الجرافيكس بتاعها ظريف. ففي ناس كانت قايله ان في بوتات وبتاع مش عارف ايه، وانا ما شفتش ولا بوت امبارح. الناس زي الفل، هو عمالين بيتحركوا اهو، هيتحط علينا يا ريس. اه يا جماعه، الاخبار عامل ايه؟ واحد بيصفر في دماغي. اه، الراجل السواق بتاع البتاع اهو. اوه، مش ممكن بقى على البتاع ده علاوتك في الدخلات، ما بتحس انها فورتنايت في نفسها؟ وانا واضح كده ان انا نازل مع حد. بص الدخول يا جدعان، بص الدخول، بص النازله عامله ازاي. سوبر هيرو انترو. بص بقى، انت ممكن بقى يا معلم بقى تروح دايس زد كده في الكيبورد يا معلم، تروح مطلع حصان ظريف. امبارح بقى كانت المشكله كلها ان انا كان بيتحط عليا ايه بقى، ان انا ما بلاقيش الارمر، مش عارف ليه. وفي بقى شويه حاجات مديها لك، يعني مثلا مديك ابيليتي مثلا ممكن تعملها، اللي هي دي. ممكن نبدل الابيليتي دي باي حاجه. ولا 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 ولا. اوه، بص يا معلم بقى، بيتحول لفرخه لما بتموت يا ريس. تريح كده زي ما الاخ ده بقى تريحناه، بيتحول لفرخه. دي بقى الريفايف بتاعك، تحاول تهرب بقى. لو عرفت تهرب في الليله دي كلها بترجع تاني، ما عرفتش تهرب هوبا شكرا، بتريح على كده. كان في شخص معايا كده هنا. لا زميلي، لا لا ولا زميلي، تحول لفرخه. أوه، كل شويه عمال اجرب في ابيليتي جديده، لان هي ابيليتي واحده بس بتعرف تجربها. يا عم انا هروح لزمايلي يا عم. فوسيله الانتقالات ايه ده؟ زميلي اهو، تقريبا فصل كونكشن. فسوري يا جماعه بس على الصوت بتاع البرد الغريب دوت اللي مش مفهوم دوت، بس انا بصراحه مستمتع باللعبه، اللعبه ظريفه. بص الجرافيكس عامل ازاي؟ خلونا بس نعمل ابريشيشن بس كالعاده بس للجرافيكس. زميلي رايح اتقلب فرخه، شكرا. نروح لكريزي مان، والاسلحه واضح ان في منها ايبك ورير ومش عارف ايه. انا امبارح لعبتها لوحدي ما فهمتش، يعني واحد طلع راح مديني سيف يد ببلطه كده مش مفهومه، تمام؟ اخدتها هنا بالحته دي، ريحت تريحه عينك تقريبا. والله اعلم انت ليك 3 ريفايف، لو بصيت على الشمال هتلاقي ان جنبيه مكتوب فيه 3 فرخات. ولا لا ولا اجري يا اكيد، الدنيا كانت ظريفه. يلا انتوا الاثنين، خد يلا. وانا هاتين كام واحد؟ هاتين ثلاثة؟ احنا خطفنا واحد في الزحمة دي، بس اللعبة اوفر اول ظريفة يا جدعان، الموضوع فاني شوية. انمي سبوتد، انمي سبوتد. لا إله إلا الله. اوه، اشرب يلا، اشرب يو. لا بص شو ري بص ابو اسماعيل، انت تحولت فرقة ابو اسماعيل. انا موت. بق بق ايه يا عم انت؟ اجري يلا، ما ينفعش ان احنا نعمل لها نرجع تاني يا جماعه. لا ايوه شكرا كده. الايم فيها غريب شويه. هيديله ولا اديله يا. لا اله الا الله، الله عليك الله عليك، اقتله بقى. انا مش عارف بقى اذا كان في اللعبه دي اذا كنا ممكن نرجع ولا لا، يا زمايلي مش باين ان هم فصلوا كونكشن ولا اي حاجه من دي يعني. ايه ده، تقريبا هرجع اهو. ايه ده اهو. لا لا ابو اسماعيل، ابو موتنا. اوكي، يعني هو ممكن يرجعنا من حتت معينه. لا اله الا الله. اهرب اهرب اهرب. ايه الحيوان اللي هو رجعنا؟ هو رجعنا بس احنا كنا جوه الزون يا جدعان، فاحنا الهيلث بتاعنا اتعمل. فهمنا ان احنا اصلا بيتعمل لنا ريفايف تاني، ورجعنا بس احنا كنا جوه الزون. طبعا ريحنا يعني، ريحنا تريح عينب يعني بالصوت الغريب ده. انا ممكن اختار الشكل الشخصيات اللي انا بلعب بيها، خليها ميجا دي او ولا ماك. لا اله الا الله. هما تقريبا نازلين على منطقه فيها حركات وتطورات. اه دي حلوه، دي حلوه الابيلتي بتاعتها دي، وغالبا برضك هنريح الجيم ده، بس اوفر اول احنا مستمتعين. لا اله الا الله. زمايلي بيفايت، زمايلي بيفايت. بص بقى الهري بقى، انجزي يا حاجه بقى بالفرخه بتاعتي دي. ايه القلش ده؟ واه ها ها.
ده ازاي؟ الواد اخدني هيت شوت. ايه عينك؟ ايه ده؟ ده زميلي انت غلط. معلش تفتكر هتلحق بالبتاع الدبدوب اللي معاك ده؟ يا جدعان الواد التاني هيت شوت اللي بالشو جن. شكرا. عارف انت اللي هو ايه؟ انا في حاجات مش فاهمها يا جماعه. اكتبوا لنا الناس اللي بتلعب اللعبه دي يا ريت تشرح لنا في الكومنتات نفهم. انا ما بلحقش ان انا احضر للموضوع. في واحد وراك يلا، واحد وراك يلا، ما بلحقش ان انا احضر للمواضيع ديت. في حاجات بحضر لها وفي حاجات بروح داخل على طول. هو كده هينزلنا، هو كده هينزلنا. اه اوكي زي ايبكس. المفروض انت تاخد الكارت بتاعك او انت لما بتقع عامه لو حد بيصحي من زمايلكم المفروض ان هو بيصحيك عادي مفيش مشكله. يعني عارف انت عايز اقعد مع نفسي كده لازم افهم ايه اللي بيحصل بالظبط. اهو يا عم الدبدوب بتاعه، ياد الدبدوب وسنين الدبدوب. بس بقى بس 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 ويجي حد يروح ضربك بالبتاع بالفرايد تشيكن اللي انت فيه ده، جو الكنتاكي اللي انت فيه ده. ايه ده؟ رجعني بالحاجات بتاعتي which is nice. انا هو رزميلي دوت الدبدوب ده في نفس الوقت ماشي بدبانه تقريبا حاجه زي كده. بص واضح ان انا مطين حاجه بس مش عارف انا مطين ايه. ايه ده هيمشي؟ هينط؟ وين 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 النبي؟ لا جدعان اللعبة جامدة جدا يا جدعان. انا بيتحط عليا بس انا صراحة اللي هو ايه مستمتع بصراحة باللي بيحصل. يا عم مو بقى يا عم بقى، وانا معيش بوشن؟ لا اله الا الله. قول يا ابني انت بالدبدوب بتاعك ده. طب اجمد نفسي. طيب اوكي ده انا ممكن اجمد نفسي بتاع دي تديهيل. لا اله هريح باي. يعني احنا بنريح بسرعه. في حاجه غلط احنا عاملينها. في احنا عاكين احنا عاكين في حاجه. ريتيرن تو وراضي العيال الاسلحه اللي معاهم على طول هوبا شكرا. اوكي بدايه جديده بنلعب سولو يا اولاد. انا عندي برد هننزل نريح دلوقتي. بردك نفس الحكايه ليك ثلاثه تشيكن فرايز بينزل معاهم كومبو. لو حصل لك اي حاجه بتقدر ترجع تاني الا اذا ما حدش ريحك. انا هنزل اي حته، هنزل بتاعه المشروم اللي هناك. بس الجرافيكس ظريف وعنيف. في ناس نازله معانا، في واحد نازل معانا. ايه جو افاتار ده؟ لا اله الا الله. العالم بتطب بعض. ازيك عامل ايه؟ انا قلت ادخل بس بال ابو اسماعيل. ايه ابو اسماعيل انت معكش اي هيلز ولا اي حاجه؟ ابو اسماعيل والاداء الجميل جدا. ما العيال بتوع اهو الدنيا ظريفه. احنا هنريح. انا عارف ان احنا هنريح. ليه؟ لان احنا معناش شيل. يعني هي دي اللي مشكله. اجري يا ابو اسماعيل. لا اله الا الله. الواد خد البتاع في وشه. ايه عينك؟ والله انا ما عنديش شغل حلو. ده ايه الدبانه دي؟ عايزين بوشن. جو ماين كرافت في نفسينا قوي. بس ايه الهري ده؟ لعبه الجرافيك بتاعها جامد جدا بس ايه القمر ده؟ انا هريح. باي باي. الواد كان فاضله تكه، فاضله تكه بس. اوفر اول الدنيا ظريفه بس البنت دي عظيمه. قابلت بتاعتها اللي هي بتاع عارف انت؟ لا حلوه. ايه يا دبدوب عامل ايه؟ ازيك عامل ايه؟
ازيك؟ لا انا مش سامح. ايه الصعوبان ده؟ خليني بس كده ابص على حاجه. كي بايندينج ارمر بوشن ارمرنج اب. اهو يا عم، ده كنت عامل كي بقى. اوكي بعدين انا كنت عامل كي غلط. انا كنت فاكر ان انا في ارمر بلاقيه، المفروض الارمر دوت انا بلبسه بعدين عادي بس بصلحه وبتاع مش عارف ايه. مش عارف ان هو بوشن عادي بتاخده خلاص، انتهى الموضوع على كده. سوري يا جماعه على هذه المعلومه البنائيه بستيني. لا طلع ان هو اصلا ليه كي بس الكي مش باين عندي تحت. لو كنت بصيت تحت في اول الفيديو خالص كنت هتلاقي ان البتاع موجود بس ملوش كي. تعالى ده انا ده خلاص، ده انا معايا شيل. انا الشيل اللي انا حطيته عليا دوت هو بصراحه هو اللي نفعني. اوكي احنا كنا مطيعين البتاع في اول فيديو يا جماعه، انا ما كنتش اعرف المعلومه دي. ده انا كنت فاكر ان الشيل حاجه بتلاقيها يعني كده يعني، لان هو بوش زي بالظبط فورتنايت. مش معي سلام زميلي بتدرب عليه. جاي لك يا صديق. في ناس في البنكر. طب بوش، وانا هنعمل حاجه غير ان احنا بوش. I'm good. بيمسك ستين كمان. ترى مين في ناس هناك عملت اللوت ده؟ اوكي في ناس خدت اللوت اللي كان هنا.